هذا ولي أمر طالب بمدرسة محمد عبد الله الوهيب بالجابرية، ابنه مشارك في أوبريت البيت العود ورسى في مادتين. بنعرف شنو قصته، وهذه الرسالة موجهة لوزير التربية. سيد عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو أحمد، وكيف الأحوال؟ يعطيك العافية على هذا البرنامج. الله يسلمك. شنو مشكلة رسوب ولدك أخوي عبد الله؟ حبيبي مو بس ولدي، يعني تقريبا كذا طالب شاركوا في أوبريت البيت العود وخذوهم كمن أواخر شهر 11 ومطروفات رايحين ورادين رايحين ورادين، وكتبوا لنا على كتاب الموافقة أن راح يشاركون في هذا الأوبريت. ويعني احنا نتشرف أن عيالنا لما يطلعون في الأوبريتات الوطنية هذه من صاحب السمو هذا، وإحنا ما نعارض، وعطونا وعود إن شاء الله لا تحاتون بالمدارس إن شاء الله راح نراعيهم وهذا. فبعد ما خلصوا الأوبريت يا أبوهم الحين كم شهر هذيني ما درسوا، راحوا الآن حق امتحان الفصل الثالث أسبوع كامل على عجالة، عطوهم ما فاتهم على عجالة عشان يدخلون الامتحانات، ودشوا أهو ويا كم واحد اللي على مادة ومادتين طلعوا الفصل الثالث. قلت هذه مكافأتهم إذا يطلعون العيال. يعني نبناشد وزير التربية نقوله يعني تقبلونها أنتوا هالشكل عيالنا توقفونهم عن الدراسة ويشاركون في هذا في هذا الأوبريت الوطني، والنهاية هذه هي المكافأة؟ يعني حتى لو تبى تطلع لي دور ثاني قاعد طول الصيف قاعد يحاتي انا راح انجح ولا ما انجح. اخوي عبد الله اساس التوضيح، بعد الاوبريت ردوا مدارسهم. اي نعم. وطوال هالفتره ما كانوا يدرسون؟ لا ما كانوا يدرسون، ياخذونهم من الصبح يروحون الاوبريت، ويوم ردوا مدارسهم خلال اسبوع اعطوهم الامتحانات. اعطوهم مراجعه كذي سريعه على عجاله وكان يدخلون الامتحانات. وطلعوا كل اللي طلع بالماده ومادتين. رسالتك لوزير التربيه؟ رسالتي اقول يعني اذا هذه هي المكافاه نقول يبا مشكورين ما قصرتوا. رساله هذه رساله حق وزير التربيه وكل اولياء الامور، باكر اذا عيالهم كذي صار في حال مدارسهم باكر حتى السنه ما حد راح يشارك، يقول له يبا ادرس وانجح احسن لك. كم طالب اللي شاركوا في هالمدرسة هذه؟ والله المدرسة هذه يمكن ما أدري يمكن 25-30 طالب شاركوا. كم واحد يعني سقط فيهم أخوي عبد الله؟ والله تقريبا يمكن نصهم ساقطين. إيه نصهم سقطوا. يا ليت أنا يمكن أوجه رسالة للدكتور بدر العيسى إذا كان هناك توضيح من التربية بخصوص هذه الحالات، وإن شاء الله توصل رسالة مع الوزير. رغم أنه أعطونا وعود أن لا تحاتون على دراستهم ونجاحهم. أعطاكم وعود. المدرسة أعطانا وعود. والمدارس خلصت الحين، إحنا على فترة الامتحانات الحين. الحين داشين امتحانات الفاينل والكل خايف. ما يلامون. الكل خايف. أخوي عبد الله عيسى شكرا لك على المداخلة، وإن شاء الله الرسالة توصل وزارة التربية. تشرف تواصلك معك. شكرا لك. رسالة معالي وزير التربية يشوف شنو قصة هذا الموضوع، والمسؤولين بالتربية يعطون يعني شاركوا في الأوبريت مراجعة لمدة أسبوع ثم حصل السقوط. على أساس التوضيح ليت وزارة التربية توضح لنا شنو قصتهم.